هنعرف الحقيقة تفاصيل أكثر حول هذه المبادرة من الأستاذ الدكتور إبراهيم نجم، مستشار فضيلة مفتي الدار المصرية. دكتور إبراهيم، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا دكتور. محاور التحرك في المبادرة دي هتكون إزاي، خاصة أنها موجهة للغرب مش لينا، فهتتحركوا إزاي فيها؟ هو بالفعل دشن فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية هذه المبادرة التي زي ما حضرتك أكدت وأنا بأكد برضو تهدف إلى جمهور غير العرب من المنطقة إلى أوروبا، تحديدا إلى الولايات المتحدة، إلى أستراليا، إلى كندا، إلى أمريكا اللاتينية. المبادرة زي ما حضرتك أكدت إن هي قياما بواجب الوقت. واجب الوقت فيه يعني إسلاموفوبيا، في طبيعي في قطاع كبير يتفهم الفرق بين حقائق الإسلام وبين الصور النمطية المشوهة، ولكن صحيح. نحن نستهدف هذه الفئة، وهي فئة ليست بالقليلة. فئة ليست بالقليلة، احنا رصدنا بعض الانتهاكات زي ما حضرتك عارف، حرق من يعني بعض المساجد، رسائل تهديدات على الفويس ميل او البريد الصوتي لعدد من المراكز الاسلاميه في الولايات المتحده وغيرها. وانا اعتقد ان لسه وتيره هذه الامور ستزيد، وانت حضرتك تكلمت على خطر استقاد معلومات من السوشيال ميديا، يعني ممكن شائعه ممكن صحيح. تولع الدنيا. طب فبالتالي ده كان الركيزه اللي على اساسها اطلقت المبادره، ولكن دكتور ابراهيم وسيله الاتصال، يعني ازاي هننقل هذه الصوره الطيبه والمبادره الطيبه الى اذان وافهام المواطن الغربي في داره؟ بص حضرتك، ديت حمله اورجنايزد كامبين او حمله منظمه، ممكن بنستهدف فيها دول بعينها، وبالفعل عملنا كده. رقم واحد، احنا عملنا بوستات راعينا فيها ملصقات يا دكتور، يعني لا، هي منشورات على صفحة فيسبوك عالمية ناطقة بأربع لغات إلى الآن، وستزيد عدد اللغات تباعا. احنا لسه أطلقنا المبادرة النهاردة. يعني دار الإفتاء عملت صفحة على الفيسبوك فيها فيسبوك فان بيج اسمها حضرتك واسمها معبر. اسمها ايه يا فندم؟ طب اساسا حضراتكم بس لو علينا الصوت شويه عشان مش سامع قوي التفاصيل. اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها حضرتك not in the name of Muslim. تمام. ليست باسم او ليس باسم المسلمين، واحنا نحن نعبر عن اسلام الغالبيه الكاسحه التي تعتبر الدين اداه من ادوات استقرار المجتمعات، تعتبر الدين من مقاصد العليا وهو بناء السلام والتعايش والمحبة والود والعدل. دوت المحتوى اللي موجود على الصفحة يا دكتور. طيب غير الصفحة فيها في حاجات تانية للتواصل؟ ما هو أنا جاي لحضرتك أهو. فيه أيضا على الصفحة فيه شورت فيديوز، فيديوهات قصيرة برسائل قصيرة واضحة للعامة. ده جزء اول من المبادره، هو الفيسبوك والسوشيال ميديا تحديدا. فيه محور تاني من التحرك، وهو التحرك على الارض. وانا باذن الله ساذهب الى الولايات المتحده الامريكيه غدا للقيام بهذا الامر. هيبقى فيه تنظيم لمحاضرات في الجامعات، جميل، في وسائل الاعلام. انا يوم الجمعه باذن الله مباشر على قناة السي بي اس الأمريكية، وهي أكبر من أكبر القنوات في الولايات المتحدة الأمريكية. على السي بي اس، على السي بي اس مباشر. هو ده أحيي حضرتك يا دكتور إبراهيم، لأن لما بقول لحضرتك معلش قطعتك في سؤال بتاع الفيسبوك، لأن مش كل مواطن أوروبي أو غربي أو أمريكي هيبقى عارف موقع أو صفحة دار الإفتاء، هو مش في باله، إنما لما حضرتك توصل له من خلال التلفزيون وهو قاعد على الكنبة في بيته بياكل، هو ده المهم. وهقول لك أحيي حضرتك إن فضيلة المفتي أنهى حوار منذ ساعات قليلة مهم جدا مع شبكة السي إن إن الأمريكية. جميل. وسيذاع هذا الحوار 11 مساء في بتوقيت نيويورك، وهو بيك تايم، يعني هو وقت طبعا مهم جدا، هيذاع في كافة القنوات في الولايات المتحدة وأوروبا.
جميل. واحنا حضرتك على هذا المستوى برضو في التواصل مع الاعلام العالمي كتبنا مقالات واحاديث حضرتك في رويترز والاسوشيتد بريس هاي. وحضرتك البلوجز بتاعه القنوات المدونات يعني او ما الى ذلك والصحف كمان بتقرا هناك بشكل واسع يعني. الله يكرمك. حضرتك لو عملت اي الساده المواطنين الكرام عملوا سيرش كده او جوجل سيرش على اسم المفتي شوقي علام او ذا جراند مفتي اوف ايجيبت هتلاقي حضرتك اكثر من وانا لا ابالغ اكثر من 200 ماده كويس خلال 3 ايام على هذا الامر لمخاطبه الاعلام العالمي. طب دكتور هتبادروا هتروحوا فرنسا ولا لا؟ في مستوى ثالث اخير احب طب اتفضل اتفضل اكد عليه قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك اللي هو التحرك مع وسائل دوائر صناعه القرار ومراكز الابحاث. حضرتك احنا عملنا رسائل مباشره مع اعضاء البرلمان الاوروبي، مع اعضاء المفوضيه الاوروبيه، مع اعضاء مجلس اوروبا كونسل اوف يوروب، مع سفراء الاتحاد الاوروبي الموجودين في القاهره. رساله مباشره من فضيله المفتي بنعبر فيها عن تضامن الشعب المصري والشعب والمسلمين عموما مع هذا المصاب الجلل، ودي رساله مهمه جدا. جميل. لان حضرتك تتذكر بعد تداعيات 11 سبتمبر كان في صور بثتها وسائل الاعلام الامريكيه وانا كنت موجود في هذه الفتره لبعض الفلسطينيين وهم يبتهجون مظبوط، وكان لها مردود سلبي جدا الحقيقه. مش هقول لحضرتك الصوره الذهنيه كانت وحشه جدا، فاحنا بنتعلم من دروس الماضي. اكيد يا دكتور. عملنا رساله تضامن قويه كويس جدا مع الشعب الفرنسي ومع كل شعوب العالم تمام اللي ضربها الارهاب. فهذا التواصل مع دوائر صناعه القرار ومع الثينك تانكس او مراكز الابحاث كان مهم جدا. من ضمن الخريطه احنا بننسق دلوقتي، انا لسه كنت قافل مع شيخ اسمه رشيد براخ وهو مغربي الجنسيه وهو عنده تكتل لبعض المساجد، بنحاول قدر الامكان في اقرب وقت ان شاء الله نروح فرنسا ونحاول نصحح. كويس. طيب احنا الصوره او صفحه الفيسبوك الحقيقه عليها المبادره او صفحه المبادره على الفيسبوك الحقيقه هي قدام حضراتكم not in the name of Muslims، يعني دي الحقيقه الصفحه اللي لازم كلنا ندعمها، كل واحد موجود على صفحته من الناس المصريين اللي عايشين بره او العرب اللي عايشين بره، يا ريت نعمل شير لاوسع نطاق عشان بالتالي تقدر توصل للمواطن الغربي، يعني مهما احنا هنقعد نقراها مش هنجيب تاثيرها، تاثيرها للي بره، فلو سمحتم اكبر قدر من الشير، مش كده يا دكتور؟ ايوه طبعا يا فندم، وانا شاكر على دعم حضرتك. ده دورنا يا فندم، ولكن اسمح لي دكتور ابراهيم، يعني وانا عارف طبعا حضرتك شخص مستنير لابعد الحدود، ان اطرح لحضرتك سؤال. يعني النهارده احنا بنحاول نمحي الصوره الذهنيه عن المسلمين ان هم قتالين قتله، ولكن يا دكتور انا كمواطن اوروبي او امريكي قاعد في بيتي بشوف اللي بيحصل ده، فتصوري هو دوت، لكن مش الاجدى ان يتم قفل الحنفيه من المنبع؟ بمعنى وهذا ما محاربة الفكر ده عندنا في دولنا يا دكتور. صحيح. بص حضرتك أنا بأكد على هذا المعنى إن القضية تحتاج إلى مشروع فكري. مشروع كبير. أنا تقديري إحنا انتبهنا لهذا الأمر متأخرا. ولكن أعتقد إن في خطوات حثيثة من علماء كبار يقومون بهذا الدور، ولكن محتاجين نسرع الوتيرة شوية. احنا الارهاب بيهدد الامن والسلم العالمي كله، والاحداث الاخيرة بتؤكد ان ليس احد بمنأى عن هذا الامر. مظبوط. البداية هي زي ما دعا فخامة الرئيس في مسألة تجديد الخطاب الديني، ده لازم ناخد خطوات حثيثة وسريعة في هذا الامر. لازم ايضا نقوم باجراءات علاجيه، وهذا انا اؤكد على هذا الامر لان انا كنت قبل احداث باريس في بروكسل في مقر الاتحاد الاوروبي في البرلمان. تمام. عرضت هذا الامر، عرضت ان المؤسسه الدينيه في مصر وعلى راسها الازهر واداره الافتاء والاوقاف تكون جزء من الحل وليس مشكله، وان شاء الله
هندرب أئمة دول الاتحاد الأوروبي على مهارات الفتوى والتصدي ده شيء جميل وهنستعمل أنا بقول لحضرتك لأن زوايا الجراجات في أوروبا وحضرتك أكيد عارف طبعا شيء مرعب. صحيح، أنا بقول لحضرتك إن بمشيئة الله تم الاتفاق على استقبال أول دفعة من الأئمة. جميل. هيجوا من بلجيكا وتاني دفعة هيجوا من فرنسا. طيب أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر حقيقة دكتور إبراهيم نجم مستشار فضيلة مفتي الدار المصرية، شكرا جزيلا لحضرتك، وبنشكر دار الإفتاء المصرية على هذه المبادرة الطيبة والجميلة، وأي واحد يقدر إن هو يدخل يشاير الصفحة دي على أوسع نطاق يا ريت للغرب كمان عشان يشوفها ويبعت رسائل باللينك الخاص بيها، ده يبقى شيء طيب جدا الحقيقة.